يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا من خلال متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة اللي كالعادة هتكون مليانة موضوعات تهم حضراتكم، وكمان مليانة أخبار حلوة تسعدنا وتشرفنا كلنا كمصريين. طبعا أغلبها أو تقريبا كلها متعلقة بمشاركة البعثة المصرية في وهران 2022 في الجزائر. الحقيقة إنجازات مهمة جدا محترمة جدا هنتكلم مع حضراتكم عنها وبالتفصيل في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليكم. صباح الجمال والفل عليك يا كريم، كلامك مظبوط جدا. طبعا صباح الخير على حضراتكم في البداية. النهاردة احنا يعني زي ما بتقال كده محملين بالأخبار الحلوة الخاصة طبعا بدورة ألعاب البحر المتوسط والمشاركة المصرية، ودي الدورة طبعا الـ 19 بنتكلم فيها، وهنرجع معاكم للـ 18 الدورة اللي فاتت وتاريخ مشاركة مصر وعدد الميداليات اللي هي حصلت عليها، وفي نفس الوقت برضو عايزين نتكلم شوية عن أبطالنا من الأهلوية طبعا اللي مشاركين، لأن احنا طبعا لازم نديهم هذا الكريدت وهذا الفضل فعلا، وهم إن شاء الله هيكون ليهم مستقبل كبير جدا كمان في أولمبياد 2024 وما بعد وما بعد، لأن أنت بتتكلم عن تأسيس سليم بنسبة 100%، حاجة بجد تشرف كلهم حقيقي حاجة تشرف. فهنتكلم في كل التفاصيل دي، بس طبعا خلينا ننوه مع حضراتكم الفقرة الأولى هتكون معانا الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه، وطبعا هنتكلم زي ما كنت بقول عن منافسات دوره البحر المتوسط، والفقره الثانيه هيكون معانا دكتور ريهام الحاوي استشاري التغذيه العلاجيه. خليني بس ابدا معاك كده ونبدا بدوره العاب البحر المتوسط يا كريم، لان انت بتتكلم بس عشان الناس تبقى عارفه، هي حدث مفروض رياضي بيحصل كل 4 سنين للدول اللي هي بتطل على البحر المتوسط. زي ما كنت بقول لحضراتكم دي النسخة الـ 19 منها. أنا عايز أقول بعض المعلومات كده، بس خلينا نبدأ معاك بأول أخبارنا علشان إيه الكلام يبقى ماشي بالترتيب. خلينا نبدأ معاك أول حاجة خالص. هو عموما هو يعني كده كده كله مرتبط ببعض، لا العملية في بيتها، إحنا في الآخر بنتكلم على نفس الدورة اللي طبعا بتقام زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم كل 4 سنين، وبطبيعة الحال حتى اسمها بيقول إيه، يعني هي طبعا مقامة أو بتقام للدول المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يمكن بداية كانت سكندرية، وهتلاقوا سكندرية حاضرة معانا بقوة كل ما بتيجي سيرة البطولة دي، وخصوصا طبعا فيما يتعلق بنجمة الإسكندرية أو السهم الإسكندراني كما أطلقوا عليها، وهنتكلم طبعا بالتفصيل عشان تعرفوا أنا بتكلم على مين. على كل الأحوال يعني لازم نقف تقديرا واحتراما لكل البعثة المصرية اللي شاركت في هذا الحدث الكبير. الحقيقة كل اللي قدموه عبارة عن أداء راقي جدا ومنافسة شديدة جدا، حصدوا بموجبها الكثير من الميداليات. الحقيقة امبارح بس كان في 4 ميداليات ذهب، واحدة في السلاح لزياد السيسي، واثنين لرفع الأثقال لنعمة السعيد، واحدة لبسنت حميدة اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم عنها من شوية، فازت امبارح بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر يعني عدو. طبعا ده غير الفضية والبرونزية في حصاد الأمس لوحده، ده يخلينا مرفوعي الرأس وسعداء جدا جدا وفخورين جدا بكل الإنجازات اللي حققوها أبطالنا وبطلاتنا. يعني يمكن بسنت حميدة بصفة خاصة عشان يومين ورا بعض، أول امبارح خدت الميدالية الذهبية في العدو مسافة 100 متر، وامبارح الميدالية الذهبية الثانية ليها في عدو 200 متر. يعني هذه الفتاة السكندرية الجميلة الحقيقة من أول ما بتنطلق في أي سباق من السباقات اللي شاركت فيها واللي تابعناها مش مجرد بتفوز، لا دي بتفوز وبتبقى يعني عاملة مسافة كبيرة، في مسافة كبيرة بينها وبين أقرب المنافسات ليها. الحقيقة حاجة محترمة جدا وإنجاز مشرف، كلنا فخورين الحقيقة بمشاركة البعثة المصرية بالكامل، ولا سيما بطبيعة الحال أبناء بقى وبنات النادي الأهلي اللي أنت عايزة تتكلمي أو نقف عندهم. أنا بتفق معاك جدا جدا في النقطه دي. احنا لحد دلوقتي حصدنا يعني 43 ميداليه، احنا نتكلم بقى بلغه الارقام، حصدنا 43 ميداليه بينهم 11 ذهب 14 فضه و18 برونز. بس في نقطه او في حاجه برضو لازم نتكلم عنها هنا، وهي عدد البنات، لان انت بتيجي بقى تتكلم عن المشاركه النسائيه، عدد البنات اللي حصدوا ميداليات هم 13 بنت بالاضافه لفريق تنس الطاوله سيدات اللي حصد الذهب، وهو مكون من 3 بنات، مريم الهديبي ودينا مشرف وهنا جوده. يعني بتتكلم كده المجموعه 16 بنت، وهنا الواحد مش عايز يتكلم اللي هو بقى يعني يبقى في تمييز بين بنات ولاد او كده، لكن في هنا رسائل احنا ممكن من خلال اللي بيحصل ده نوصلها، يعني والرسائل دي ممكن ان هي توصل للاهالي. الناس دايما او الاهالي دايما لازم يكونوا حاطين في دماغهم ان الرياضه للجميع، ما فيش بس وردي ابني يتمرن وبنتي، لا الرياضه مش مضيعه وقت، بالعكس
كل ابطالنا تعليمهم عالي جدا وناجحين في دراساتهم. صحيح. عرضنا انا وكريم نماذج كتيره جدا، وغيرنا من الزملاء عرضوا نماذج كتيره جدا. اصل الشخص الناجح كريم بيبقى ناجح في ده وده، ما ينفعش يبقى شخص ناجح في حاجه واحده، النجاح بيبقى على الكل. يعني ما تلاقي تقول ده بني ادم ناجح، لازم يكون ناجح في كل نواحي الحياه بتاعته. وفي منهم باي ذا واي برضه في ناس كتير من ابطالنا متجوزين وناجحين الاثنين في لعبتهم. فعندك مثلا هديك على سبيل المثال هي متجوزه طبعا، في مين اللي كانت متجوزه؟ بتجيب على نسمه، نسمه حميده. نسمه حميده متجوزه من المدرب بتاعها معرفش عفوا محمد عباس. صحيح. يعني ده ثنائي جميل جدا. عندك برضو في الرمايه بسنت حميده عفوا واحمد زاهر وماجي عشماوي وغيرهم وغيرهم. فمعلش يا جماعه والله. فلا نماذج محترمه، ومش القصه ان انت تتجوز بس من المجال بتاعك، القصه ان انت عندك مشوار بتحققه بره اطار برضو او الاطار النمطي اللي هو التعليم واهم حاجه بعد كده الشغل والجواز. لا، انت ممكن ان انت تبقى بطل، وممكن انت تبقي بطله رياضيه ترفعي اسم مصر احسن من اي حياه نمطيه تانية، وممكن برضو تبقى بطل رياضي وفي نفس الوقت عندك حياتك العاديه. فالموضوع لا يقاس بهذا الشكل. بس على كل حال نموذج رائع وبدايه موفقه جدا، وحاجه كده اتكتبت بجد في التاريخ قد ايه المراه المصريه قادره ان هي تحقق بطولات وانجازات وترفع اسم بلدها في كل الرياضات، مش في رياضه واحده مثلا، في كافه الرياضات. ف شابو والله اللي بيحصل دي حاجه اكيد كلنا سعداء بيها. يعني حاجه عظيمه جدا، مشاركه مميزه جدا في هذه الدوره وهران 2022، وكان بقالنا كتير ما بنفرحش يعني ايه بالمعدل ده انجاز التعبير. فبسم الله ما شاء الله، احنا كل يوم والتاني بنتكلم مع حضراتكم عن يعني ارقام قياسيه بيتم تحطيمها في النص كده، يعني اثناء الحصول على ميداليات ما بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه، انجازات محترمه جدا. الجزء برضو اللي نهاوند بتتكلم فيه عندها حق فيه مليون في الميه. لو حضراتكم بتتابعوا برنامجنا من اول ما ابتدينا، بقى لنا دي سنه ثانيه تقريبا، ما فيش نموذج كان موجود معانا لبطل او بطله في عالم الرياضه بشكل عام غير لما كان فعلا ناجح على كل الاصعده، لان المبدا وحده او مش المبدا، السيستم بيبقى واحد. فكره ان انت عندك اصرار، ما انت بتقدر تطوعه لخدمه الوصول لهدف معين. الهدف ده ممكن يبقى الحصول على شهاده معينه، ممكن الحصول على لقب معين، الحصول على مركز معين في رياضه معينه. فهو الفكره نفسها واحده، والناس دي بيبقى عندها قدره استثنائيه على تنظيم وقتها. تسمعي اغلبهم يقول لك احنا بنصحى من الساعه 4 5 الصبح عشان نروح نتمرن قبل ما نروح الجامعه او حتى المدرسه في بعض الاحيان. لا انا بتفق معاك جدا، والدور العظيم اللي الاهالي برضو بتلعبه ما ينفعش ان احنا نعديه كده. مفيش قصه نجاح لبطل او بطله الا لما كان وراهم مسانده كبيره جدا ودعم وثقه كمان من الاهل. دي نقطه في غايه الاهميه، بتكون نقطه اساسيه. قبل بقى ما نعدي الملف ده لازم ان احنا نتكلم زي ما كنت بقول لحضراتكم عن أبطالنا من النادي الأهلي. عندنا رقم واحد منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية، عندك مريم الهديبي وهنا جودة ودينا مشرف، دول من سيدات أو يعني من بنات الأهلي. بعد كده إيهاب عبد الرحمن اللي حصل على فضية رمي الرمح في ألعاب القوة، ده برضو ابن النادي الأهلي. إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب قوة، بنت النادي الأهلي. عمر عصر فضية فردي رجال تنس الطاولة، ابن النادي الأهلي، وإحنا يمكن اتقابلنا بيه أنا وأنت قبل كده، وهو محترف في ألمانيا وشخصية جميلة جدا أوي. بجد لما تقعد معاه تتكلم قد إيه بني آدم هادي ولذيذ ومثقف وناجح، يعني بجد ما شاء الله. محمد مجدي عندنا كمان برونزية دفع الجلة ألعاب قوة، ده ابن النادي الأهلي. فحاجة تشرف يبقى عندك عدد كبير زي ده بجد. على كل حال الملف ده مش هنقفله دلوقتي، معانا في الفقرة الأولى زي ما كنت بقول لحضراتكم أنا وكريم هنتكلم بالتفصيل، وهنتكلم كمان عن ملفات مختلفة مرتبطة بالرياضة. بنتكلم عن اعداد البطل الاولمبي، وفي نفس الوقت التاهل لي او التاهيل دلوقتي لاولمبياد طوكيو 2024، عفوا باريس 2024. فلا في كلام، كله كلام هتلاقيه كله متصل ببعض يا كريم، بدايه من فكره التاسيس السليم. طبعا. هي دي النقطه. بس سيبك انت، الواحد بقى مطمن دلوقتي من مشاركه مصر في باريس 2024. على فكره فعلا يعني الكام يوم اللي فاتوا بس على صعيد وهران 2022، لا الواحد يبقى مطمن ويحط في بطنه بطيخه صيفي ان شاء الله، وضمنا ان شاء الله ان شاء الله نعيشنا جميعا يا رب. ان شاء الله في ميداليات ذهبيه مضمونه، لان احنا اتضح ان احنا عندنا ابطال عالميين بالمعنى الحقيقي. يعني لو وقفنا عند بسنت حميده بس ولو لثواني انا هون، احنا من قديم الازل دايما بنتكلم على اننا عندنا رياضات مهدر حقها ويعيني مغموره تماما وابطالها، وفي عندنا فيها ابطال، بس عشان ضيق ذات اليد وقله امكانيات الاتحادات اللي هم تابعين ليها، فعلى استحياء بيبقى عندنا ابطال وبطلات غالبا ما بتكونوا بيكونوا في رياضات القوه. لكن في رياضات السرعه
مش العادي ان احنا نشوف واحده زي باسنت، ولو شفنا مش العادي نشوف كواليتي اللي باسنت بتعمله. فاطمني. ايوه بصي هنشرفك في باريس 2024 ان شاء الله. نروح بقى الملف الاهلي. يلا نروح لملف الاهلي. طبعا النادي الاهلي اكيد الفريق الاول لكره القدم بيستعد للقاء الجونه اللي هيحصل او اللي هيتم بكره ان شاء الله على استاد خالد بشاره في الغردقه. النهارده في تمرين، امبارح كمان كان في تمرين. طبعا المباراه دي هي مؤجله من الجوله التاسعه في بطوله الدوري الممتاز. امبارح قبل انطلاق تمرين الفريق عقد ريكاردو سواريتش محاضره بالفيديو مع اللعيبه، اتكلم معاهم من خلالها عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بلقائهم أمام الجونة. وبعد انتهاء المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قبل ما يشاركوا في تدريبات الكرة، طبعا بالإضافة لتدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. كمان واصل أحمد عبد القادر تنفيذ برنامجه التأهيلي أكيد تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم. وإن شاء الله نستمتع بكرة بإذن الله بلقاء قوي ومباراة قوية ونتيجة مرضية لكل جماهير النادي الأهلي. طيب خلينا برضو نتكلم يا كريم. امبارح المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي طبعا الكاف اصدر عده قرارات، خليني كده اقولها لحضراتكم بشان طبعا البطولات الافريقيه للانديه والمنتخبات خلال الفتره المقبله. خلال الاجتماع طبعا اللي اقيم في المغرب بحضور باتريس موتسيبي رئيس الكاف، وقرر هنا بقى الاتي: تغيير موعد بطوله كاس الامم الافريقيه المقرر اقامتها في الكوت ديفوار عشان تقام في شهر فبراير 2024 بدل من صيف 2023. طب ده بسبب ايه؟ ده بسبب المخاوف بشان موسم الامطار في الكوت ديفوار في شهر 6 وشهر 7. وكمان اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بطوله دوري السوبر الافريقي هنا عشان تضاف لبطولات الانديه الافريقيه واللي بيصل مجموع جوائزها ل 100 مليون دولار. كمان قرر إقامة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023 بدلا من مباراة واحدة اللي احنا كنا ماشيين عليها قبل كده، يعني زي ما حصل خلال الثلاث مواسم الماضية. وحتى احنا كنا بنتكلم هل هيحصل ده قدام ولا لا، صدر القرار وأصبح الموضوع حاليا يعني رسمي. فدي القرارات اللي كانت صادرة من الكاف، كان لازم نقول لحضراتكم عليها طبعا لأن هي قرارات في غاية الأهمية برضو. كل فترة والتانية يعني الأمر لا يخلو من خبر تتداوله الصحف الرياضية والمواقع الرياضية المختلفة. الحقيقة الخبر المرة دي برضو من النوع اللي لازم يتوقف عنه. غريب جدا الخبر اللي معاك ده. غريب جدا. قال لحضراتكم إيه بقى؟ أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف استبعاد باربرا باندا وهي لاعبة منتخب زامبيا من أمم إفريقيا للسيدات بسبب ارتفاع نسبة هرمون الذكورة عندها. وده بعد ما أجرت اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي عدة فحوصات للعديد من اللاعبات على مستوى المنتخبات المختلفة قبل ما يخوضوا طبعا منافسات البطولة. جاءت نتيجة العينة بيتم بموجبها استبعاد قائدة منتخب زامبيا للكرة النسائية من كان المغرب 2022 زي ما بقول لحضراتكم بسبب ارتفاع مستويات هرمون الذكورة عندها. الجدير بالذكر أن اللاعبة دي عندها 22 سنة وبطبيعة الحال عندها قدرات بدنية كبيرة جدا مخليها فرق كتير عن بقية اللاعبات الإفريقيات، وده أدى لإبعادها عن هذه البطولة. وكمان هي لاعبة في منتخب زامبيا ومحترفة في فريق شنغهاي الصيني، وهي كانت هاتريك قبل كده، كانت يعني سجلت لقب أو حققت لقب هاتريك شهير في مرمى هولندا والصين في أولمبياد طوكيو الأخيرة، وده اللي خلاها هدافة لاعبات القارة السمراء في الأولمبياد برصيد 6 أهداف. والأمر ده يعني بيتكرر كتير. يمكن أغلب المرات اللي احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم في خبر مشابه كان أغلبه في دنيا ألعاب القوة، لكن المرة دي في كرة القدم النسائية. بص خلينا نروح للجنة المرأة، لأن الندوات اللي بتنظمها اللجان المختلفة وتحديدا النهاردة بنتكلم عن لجنة المرأة كل يوم بتكون مختلفة وحقيقي فيها يعني استفادة كبيرة جدا أو فايدة كبيرة جدا للجماهير. هنروح نتكلم عن هذه الندوة، عن التغذية السليمة لحياة سليمة، هو ده العنوان بتاع الندوة. نتابع ونرجع نكمل. احنا عملنا ندوة التغذية في الشيخ زايد وبناء على طلب الأعضاء حبوا ان هي تتكرر وبقية الفروع طلبتها. الندوة دي مميزة ان هي بتهتم بصحة عضو النادي الأهلي، بتهتم بيها بطريقتين. طريقة نظرية الدكتور بتشرح أهمية التغذية السليمة وإيه الحاجات اللي بتزود السعرات الحرارية وإيه اللي بتقللها وإزاي نوصل لصحة مفيدة من خلال الغذاء السليم. ده الجزء النظري. الجزء العملي صاحبها
مجموعة أجهزة من شركات مالتي ناشونال للأدوية. الشركات دي بتقدم خدمات لأعضاء النادي الأهلي، الخدمات متعددة، يعني احنا عندنا كشف وعلاج وتوعية، الندوة كاملة متكاملة. أعضاء النادي الأهلي يستاهلوا الكثير والكثير. الجديد اللي احنا جايبين كمان تحليل اليوريك أسيد، احنا بنحاول ندي خدمة لذيذة بسيطة لأعضاء النادي الأهلي. كمان بلس الندوة النهاردة هيبقى اللي هنتكلم فيه جديد تغذية الرياضيين، بالذات الرياضيين اللي بيلعبوا ألعاب جماعية زي السلة، الفولي، طبعا كرة القدم. مش هنقدر طبعا ننسى أعضاء النادي. طبعا احنا الفكرة جات لنا ان دلوقتي كل حاجة مرتبطة بالوزن، واحنا عايزين نوفر احسن حياة سليمة للأعضاء عندنا، ففكرنا ان احنا نتكلم معاهم ازاي يبتدوا من الزيرو. يعني ممكن كل حاجه بس اخليها كويسه، الهيلثي فود يعني. ففكرنا اتكلمنا مع دكتور رضوى، طبعا هتشوفوا سيده انهار، ان احنا ازاي نجيب دكتور ونجيب معاه اجهزه بحيث ان احنا نحط الناس على ستيب الاولى. ستيب الاولى لو احنا يبتدوا يعملوا الام بادي، الكتله العضليه قد ايه، الدهون قد ايه. صراحة أنا بشكر النادي الأهلي إنه مقدم لنا الخدمة دي مجانيا كمان، وكنت بدأت طبعا بقياس نسبة الدهون والطول والوزن، وبدأت وبعد كده عملت تحليل للسكر، وعملت تحليل لنسبة اليوريك أسيد، بس الحمد لله طلعت كويسة. هو أول حاجة بالنسبة للندوة، طبعا هي ندوة هادفة جدا، بتتكلم عن الهيلث فود، بتتكلم ازاي يعني ان احنا نهتم بالغذاء بتاعنا، طبعا الخضروات والبروتينات والفاكهة، طبعا دي حاجة أساسية دلوقتي ان احنا نهتم بيها طبعا مع الرياضة. والله اكسبيرينس كانت بالنسبة لي مهمة جدا، ان انا خسيت من 96 كيلو ل 80 كيلو، وقدرت ان انا احقق معاهم ان انا استفاد بالنصائح بتاعت الاعضاء. هنا الكوميونتي بتاعتنا، ان الناس بتحب بعضيها، والنادي الاهلي بيتميز كمان ان هو بيبادر بالحاجات الخدمات الفري دي. الخدمات المجانيه اللي بيقدمها النادي اوبشن ما كانش موجود قبل كده. احنا انا استفدت منه، اشوف عندي سكر او مظبوط او يعني عالي شويه او كلام من ده، واللي قاعد بيقول لي خلي بالك، لا انت نورمال، وحصل الكلام ده مع مراتي ومع اصحابي والكلام ده كله. تعالوا بقى يا حضرات نروح لموضوع مختلف تماما، هنروح للاتحاد المصري لرياضات الشارع. انا عارف ان يمكن كتير مننا ما كانش يعرف ان احنا عندنا اصلا اتحاد مصري لحاجه اسمها رياضات الشارع، لكن الاتحاد ده مش مجرد موجود، لا ده موجود وفي زمن يكاد يكون قياسي. الحقيقه نجح باقتدار ان هو يعني يوصل لكتير قوي من اهدافه، واللي اكيد بطبيعه الحال من ضمنها نشر الثقافه دي، رياضات الشارع المختلفه على مستوى الهوايه والاحتراف كمان بين الشباب والشابات في محافظات مصر المختلفه. امبارح، وده الخبر بقى اللي عايزين نقول لكم عليه، تم اطلاق مهرجان اي جي فيت، واطلاق كمان بطوله الجمهوريه ستريت ورك اوت، طبعا دي المؤهله لبطوله العالم. ما هو كمان في بطوله عالم، دي حاجه اسمها رياضات الشوارع. تابعوا معانا. في ثقه كبيره جدا ما بين المشروعات اللي بتقدمها الوزاره والشباب المصري، سواء مراجعته الدائمه لبوابه وزاره الشباب والرياضه والتفاعل عليها، او حتى مشروعاتنا الكتيره المرتبطه بالاستراتيجيه الوطنيه للشباب ومشروعات التوظيف ورياده الاعمال وتفاعل الوزاره مع مؤسسات المجتمع المختلفه. منصه توظيف مصر منصه كبيره، احنا مع مايكروسوفت ومع شركات قطاع خاص، الحقيقه في الشباب بيدخل عليها بيلاقي الوظائف، وبنعمل التفاعلات اللي موجوده، وهناك ثقه كبيره. بدات القصه من مبادره درجتك ده صحتك، وبرعايه كريمه من فخامه الرئيس الحقيقه. اصبح هناك خروج اخر من المبادره في الجزء الاقتصادي، احنا بنوفر الدراجه مجانيه، بيدخل الشخص اونلاين وبياخد دراجه، وبنحط كمان فيها منتجات، بيبدا مشروع صغير بشكل عملي من خلال الدراجه. احنا بدانا ب 500 دراجه ودلوقتي 400، لكن المشروع ماشي لغايه 30,000 دراجه. المبادره بتستهدف 30,000 فرصه عمل للشباب. احنا دلوقتي في المرحله الاولى، مرحله تجريبيه، بدانا في محافظات القاهره والجيزه والقليوبيه، مستهدفين 1307
شاب من الشباب من المحافظة ثلاث محافظات هيستلموا دراجة. المشروع بدأ من شهر واحد، بدأنا بمراحل مختلفة جدا. يعني الأول كان في مقابلات، قدم في المبادرة 7000 شاب، قعدنا نعمل مقابلات على مدار شهر لحد ما وصلنا في الآخر للعدد المستهدف 1307. بعد ما اخترنا 1307 ابتدينا ندرب الشباب على إدارة المشروعات وعلى التسويق وإزاي إن هو يجيب فند للمشروع بتاعه. إن شاء الله يعني هي الدراجة هتساعدنا كتير جدا، كمثلا توصيل أوردرات أو مشاوير، وهو مشروع مربح جدا وهيساعد كل الشباب. يعني في شباب كتير جدا يعني بتوصل اوردرات على رجليها ومواصلات. طبعا العجله هتساعدنا ان احنا نوصل، بس بدل ما احنا كنا بنركب مواصلات، لا العجله هتوفر لنا وقت وهتوفر لنا مجهود جدا. وطبعا هيكون في دخل ثابت يومي، بدل ما الواحد مثلا لو بيشتغل مواصلات على رجليه ممكن يوم يشتغل ويوم لا، فلا العجله تبقى معاك ثابت، وبالتالي كل يوم هتقدر تشتغل وهتقدر تدخل ليك دخل. مبدئيا انا فرحان طبعا ان هكرم من السيد الوزير انه هيدينا عجله ان شاء الله. يعني انا فرحان المبادرة جدا، وفرحان بأكتر ان المبادرة هتوفر لي مصدر رزق، يعني ان شاء الله على المدى البعيد والمدى القريب جدا انها هتوفر لي مصدر رزق، وهتوفر لي حلم ان انا انفذ مشروع صغير انا قدرت احلم بيه واقدر انفذه ان شاء الله. دي حاجة كويسة ان هي عملتها وزارة الشباب والرياضة وكده، في نفس الوقت انا بمارس الرياضة وبشتغل بستفيد منها، بتدخل لي دخل كويس كل شهر، وبمارس الرياضة برضو في نفس الوقت اذا كان بالليل او بالنهار، فدي حاجة كويسة جدا ليها يعني. اللي تابعناه مع حضراتكم ده جانب من تغطية قناة الأهلي لمبادرة محترمة جدا قدمتها أو قامت عليها كانت مسؤولة عنها وزارة الشباب والرياضة، طبعا متمثلة في السيد الوزير اللي شفناه طبعا مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. وهي مبادرة بتحمل اسم أو عنوان مبادرة دراجتك دخلك. لو تفتكروا من فترة كنا بنتكلم عن مبادرة تانية كان اسمها دراجتك صحتك. فالحقيقة فكرة إن في إصرار من الوزارة على تمرير الثقافة دي من خلال فعاليات مختلفة، الهدف أكيد بطبيعة الحال من وراها فكرة إن احنا نحمس الناس اللي يمكن مش متحمسة قوي لممارسة الرياضة بشكل عام وركوب الدراجات بصفة خاصة. الحقيقة في مبادرات قيمة جدا بتقوم بيها الوزارة، والمفروض يبقى لها انعكاس طيب على الصعيد الشعبي والمجتمعي وتغير الثقافة بتاعتنا فيما يتعلق بممارسة الرياضة. بص أنا بتفق معاك جدا، لأن الرياضة أصبحت زي ما بتقال كده يعني مبدأ عندنا، وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم عن القيادة السياسية بتشجع على الرياضة، الوزارات المختلفة بتعمل على تذليل أي عقبات لكافة، احنا بنتكلم هنا الفئات، لما بتتكلم عن مراكز الشباب اللي بيحصل فيها تطوير وبنتكلم في كافة المحافظات مش بس في القاهرة، لما تيجي تتكلم عن ان بقى في دعم للرياضيين بشكل كبير جدا، لما تيجي تتكلم على فكرة باي ذا واي يعني بالمناسبة عن كوفيد او كورونا برضو غيرت الثقافة بتاعتنا شوية، لان النوادي كانت مقفولة وكل الاماكن، فالناس كانت بتنزل في الشارع بالعجل وتتمشى، كل ده عكس بعد كده بقت عادة عندنا. فمزيد ومزيد من المبادرات اللي زي دي اكيد هتفيد بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت الصحة العامة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الاساس، واحنا هنتكلم دايما في البرنامج هنا في 10 الصبح في الاهلي ان ده دورنا عن اهميه الرياضه وكمان الطرق المختلفه، وعندنا طبعا التمرينات المختلفه اللي بنعرضها في او من النادي تحديدا من النادي الاهلي والكباتن المختلفين اللي يكونوا معنا، طبعا كابتن فوكس وكابتن محمد. طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الشروق، لان زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم موجوده هناك عشان تطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمانشيتات الصحفية المختلفة في كافة الصحف والمواقع الرياضية. كل الكلام ده هيحصل بعد العودة من الفاصل، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة تانية. نروح بقى للصحافة الرياضية والزميلة هنا أبو القاسم الموجودة هي حاليا في مقر جريدة الشروق. يا هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الشروق هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من اليوم السابع، صلاح رابعا أعلى 10 رواتب لنجوم كرة القدم في العالم. تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المرتبة الرابعة بقائمة اللاعبين الأعلى حصولا على رواتب في كرة القدم ب 400 ألف جنيه استرليني
أسبوعيا، ده طبعا وفقا لما أعلنته صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها بعد تجديد الفرعون المصري مع الريدز حتى نهاية موسم 2025. وجاءت قائمة أعلى اللاعبين حصولا على أدجرفي العالم حسب زي ما قلت ديلي ميل. في المقدمة بيأتي اللاعب أمبابي واللي بيحصل على 1,000,000 جنيه استرليني أسبوعيا، يليه اللاعب ليونيل ميسي اللي بيحصل على 960,000 جنيه استرليني أسبوعيا، يليه اللاعب نيمار بيحصل على 606,000 جنيه استرليني أسبوعيا. بعد كده طبعا النجم المصري نجم ليفربول محمد صلاح بيحصل على 400,000 جنيه استرليني أسبوعيا، يليه في المركز الخامس اللاعب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد واللي بيحصل على 385,000 جنيه استرليني أسبوعيا. نروح بقى لجريدة الشروق، وبيع 1,800,000 تذكرة قبل مونديال 2022. كشف طبعا حسن ربيعة مدير التسويقي في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أن المرحلة القادمة لطرح التذاكر المقررة هتكون إن شاء الله غدا الثلاثاء، ودي طبعا بتعد فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة، ده طبعا نظرا لمحدودية التذاكر بعد بيع قرابة 1,800,000 تذكرة خلال المراحل الماضية. يعني طبعا المرحلة دي هتستمر وهتبدأ بداية من الثلاثاء طبعا اللي هو غدا، وهتغلق أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل. يعني طبعا كمان الخبر كان تحدث على عدد التذاكر المسموح للشخص، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة و60 تذكرة كحد أقصى بجميع مباريات البطولة. وكمان ممكن للمشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد، ده طبعا خلال دور المجموعات. يعني طبعا المونديال بيكون الحدث الأكبر اللي الجميع في العالم بينتظره. نروح بقى لموقع كورة وبالأرقام، ألمانيا تهيمن على يورو السيدات. يعني خلاص طبعا اقترب انطلاق فعاليات النسخة 13 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات يورو 2022، سيكون جميع الأبطال السابقين للبطولة المشاركين في هذه النسخة طبعا اللي هتستضيفها إنجلترا من 6 وحتى 31 يوليو الحالي. على مدار ال 12 نسخة الماضية فرضت 4 منتخبات هيمنتها على اللقب، برغم طبعا التطور الهائل في مستوى كرة القدم النسائية بالقارة الأوروبية، وبيستحوذ المنتخب الألماني على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، وحصل عليه 8 مرات بعد كده في مقابل 2 لنظير النرويجي ولقب 1 للسويد ولهولندا. يعني طبعا منتظرين بقى نشوف مين الفائز لهذه النسخة، هل ألمانيا هتعزز رقمها القياسي ولا هيكون في فائز جديد. أخيرا بقى نروح لموقع في الجول، ورومانو مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا والإعلان قريبا. يعني خلاص أتم مانشستر يونايتد صفقة التعاقد مع تاير المالاسيا ظهير فاينرد الهولندي، طبعا ده كان بحسب الصحفي فابريتزو رومانو. وقال رومانو أن اللاعب الرسمي خلاص بات مضى خلاص لمانشستر يونايتد، والإعلان الرسمي هيكون قريبا جدا. يعني بالفعل كان أجرى مالاسيا الجزء الأول من الكشف الطبي أمس، والنهاردة إن شاء الله هيجري الجزء النهائي. يعني دي كانت أبرز أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية الصحفية المتميزة، واللي الجزء الأول منها كان مستفز جدا قوي خالص الحقيقة. يعني تخيلوا حضراتكم الواحد يفتح عينه كل يوم حد، أصل احنا حسبناها لا لازم يعني بص حضراتكم كل يوم حد وهنا بتقول الأخبار. يعني احنا قلنا طب ممكن نحسب بس كده راتب من الرواتب الأسبوعية دي، فقلنا مبابي لو هو بياخد 1,000,000 استرليني أسبوعيا يعني بياخد بالمصري كام؟ 1,000,000 استرليني يا كريم بالمصري عامل 22,780,000 وكسور. كل يوم حد يا حضرتك، كل يوم حد ده الجزء الجارح في الموضوع، جارح جدا. عارفين لو كل شهر هقول لكم ايه، لو كل سنه هنقول حقه بس ربنا يبارك لهم جميعا. طبعا العالميه دي ما بتتحققش غير لعدد محدود جدا من اللعيبه الاستثنائيين، ارقام مخيفه، ارقام مخيفه حقيقي. الفقرة الأولى خلصت زي ما حضراتكم بتبقوا عارفين، هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل أول ضيفة لينا بعد الفاصل سريعا.
يا اهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نبتدي مع حضراتكم اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه من الحاجات الحلوه قوي اللي ساعدتنا وشرفتنا ان احنا بقالنا فتره بنبتدي مع حضراتكم كل يوم البرنامج باخبار حقيقي تسعد متعلقه بمشاركتنا ومشاركه البعثه المصريه في وهران 2022. انجازات، بطولات، ارقام قياسيه بتتحقق وبتتحطم، ميداليات ذهب وفضه وبرونز، فالحقيقه حاجه عظيمه جدا. عايزين بقى نتكلم وبشيء من التركيز على هذه الانجازات، وده اللي هيحصل في الفقره دي بالتحديد، ودي الفقره اللي منورانا من خلالها الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه. صباح الفل يا استاذه دينا، واهلا بك. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكم وصباح الفل على الساده المشاهدين. منورانا والله بجد، وملف مهم جدا والناس كلها سعيده وحاجه مشرفه جدا لمصر بصراحه. ولادنا بيروحوا بيحققوا انجازات كبيره جدا، حتى لو اتكلمنا ان هي بامكانيات مش كلهم امكانيات عاليه، بتتكلمي كمان في النسخه ال19 أول نسخة كانت في اسكندرية عام 1951، بنتكلم عن 43 ميدالية دلوقتي مصر حصدها، وعندنا 11 ذهبية، فالدنيا حلوة جدا. خلينا نبدأ معاك يا دينا وتحكي لنا أصلا يعني تاريخ المشاركات لغاية لما نوصل للمشاركة السنة دي اللي هي النسخة الـ 19، عشان برضو السادة المتابعين والمشاهدين يكونوا عارفين مصر تاريخيا في هذه المنافسة عاملة إزاي. يعني يمكن زي ما انت قلتي هي بدأت في اسكندرية، كانت أول نسخة ليها. يمكن مؤخرا يعني مصر، هو انا كنت متوقعه بصراحه ان احنا نحقق عدد ميداليات ذهب اكتر، بس احنا لسه عندنا فرصه ان شاء الله ان احنا نحقق المزيد من الميداليات. لكن ترجونا ليا بطولة 2018 اللي كانت في اسبانيا، يمكن حققنا فيها حوالي 18 ذهب. البطوله اللي قبلها في 2013 كانت في تركيا، جبنا 21 ميداليه ذهب. يعني يمكن التوقعات كانت كتوتال، انا كنت متوقعه ان احنا نوصل 50 ميداليه، وده ان شاء الله هنحققه باذن الله. لكن عدد الميداليات يمكن كان في توقعات ان هي تزيد عن كده، 43 يعني قربنا. هو لسه في منافسات النهارده ومنافسات بكره. دايما بنقول دوره العاب البحر المتوسط بتبقى اعداد قوي للبطولات اللي هي زي العالم والاولمبياد، لان كمان بتبقى مقياس كمان، يعني بنشوف الدول اتطورت قد ايه. يعني مثلا تركيا متصدره حتى الان، جايبه تقريبا 66 ميداليه، يعني رقم كبير جدا. يعني بشوف ان دورات العاب البحر المتوسط دي مش بتبقى المنافسه فيها طبعا زي الاولمبيات وزي بطولات العالم، بس بتبقى مقياس بنشوف فيها الدول اتطورت قد ايه في الالعاب المختلفه، وفيها لاعبين ولاعبات في كتير من الاحيان بيبهروا العالم في دورات اولمبيه بعديها. انت عندك دول معينه، انا هنا مش بتكلم بقى على دول البحر المتوسط بالضروره يعني، بس انت عندك مثلا دوله زي المغرب من قديم الازل سباقين في حته العدو بمسافات مختلفه في الجري، هم طول عمرهم عندهم ابطال وبطلات في كل المسافات الحقيقه. بتشوفي منافسات قويه برضو؟ بنشوف منافسات قويه جدا. تونس مثلا عندهم في السباحه ناس اقوياء، عندنا احنا يعني كانت مش عايزه اقول مفاجاه، بس بسنت حميده حطتنا على التراك، يعني حطتنا على تراك لعبه احنا ما كناش قريبين فيها قوي، او ان احنا بنحقق فيها ميداليات، كمان اول بنت تحقق في العدو، فانجاز كبير جدا طبعا ليها يعني. فبشوف ان هي يعني انجاز كبير جدا زي ما بنقول. كمان يعني اهميه البطوله او اهميه دوره الالعاب ان هي تورينا احنا فين من العالم. احنا مثلا في حاجه محتاجين ان احنا نزود فيها شويه، الملاكمه احنا شويه بعاد فيها او ما حققناش فيها المتوقع. الكاراتيه مثلا والله حققنا انجازات حتى الان، انا بشوف ان هي كويسه. يمكن لو رجال وسيدات على فكره بالظبط، في ريال اشرف واحلام وعبد الله ممدوح انجازات كبيره، ويمكن البعثه كمان فيها كان اعتقد ان علي الصاوي كان المفروض ان هو يشارك، ده بطل عالم برضو، اعتقد لو كان شارك كان برضو هيرفع رصيد مصر من الميداليات. منتخب السباحه يعني كان المفروض ان هو مشارك بس اعتذر عشان خاطر دوره الالعاب المائيه، دوره عالم للالعاب المائيه، بطوله العالم عفوا للالعاب المائيه، حلو دوره العالم بطوله العالم للالعاب المائيه اللي في بودابست. لو كان شارك برضو اعتقد ان رصيد مصر كان هيرتفع شويه، لان احنا عندنا سباحين مميزين جدا زي فريد عثمان ويوسف رمضان، يوسف القماش، مروان القماش، كل دول ناس مميزين جدا. اعتقد ان احنا كنا ممكن ننافس اكتر لو البعثه كانت يعني مشاركه بعدد اكبر كمان من اللاعبين. كويس، هناخد البطوله دي او المنافسه دي ودوره العاب البحر المتوسط علشان نبني لباريس 2024.
هنطلع منها او لو بدينا بخبرتك كده خلاص، هو فاضل حاجه يعني ايام بسيطه جدا، بخبرتك احنا ايه المشاكل اللي واجهتنا في هذه الدوره علشان نقدر نقول ان احنا يعني نحلها قبل بقى باريس 2024، عشان لما نيجي وقتها ما نقولش اصل احنا كان عندنا مشكله ما، اصل احنا كنا بنعاني من كذا، لا خلاص احنا عرفنا اللي بنعاني منه وهنعالجه عشان نروح ما يبقاش عندنا اي مشكله تمنعنا ان احنا نحصد اعلى ما يمكن كمان يعني ميداليات في تاريخ مصر كلها ومشاركتها في الاولمبياد، اصل ايه اللي يمنع؟ بالظبط، يعني زي ما قلت دوره الالعاب البحر المتوسط تخلينا كده نشوف درس مستفاد احنا في كل لعبة احنا فين. كويس. لازم بالاحتكاك يعني عشان خاطر نستعد صح، هو اصلا اي اعداد للاولمبيات لازم يبدا من الاولمبيات اللي قبلها، مجرد ما الاولمبيات يعني مجرد ما كانت طوكيو خلصت المفروض الاعداد بيبدا لباريس على طول وراها على طول، ما بستناش دوره العاب البحر المتوسط او بطوله عالم، لان هي كمان الفتره يعني حظنا ان باريس الفرق بينها وبين طوكيو قليل عشان طبعا تاجيل طوكيو لمده عام فالوقت قليل جدا. بشوف ان اهم حاجه الاحتكاك، يعني لازم اللاعب ما يقتصرش فكره ان هو يشارك في بطوله افريقيا، يشارك في دوره العاب البحر المتوسط، لازم يخوض معسكرات بره، يشوف اللاعبين اللي هم بره ابطال العالم والاولمبياد، الابطال الاولمبيين دول يتنافس معاهم، يشوف مستواهم وصل لفين عشان خاطر نعرف احنا فين. يعني معسكرات اول حاجه خارجيه، دي اكيد هتحتاج من الاتحادات المختلفه طبعًا. مبالغ ماليه مختلفه طبعا طيب هل ده متوفر ولا في مشاكل برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ والله هو مؤخرا بصراحه الدوله مش متاخره خالص، يعني دعم للاتحادات مادي معنوي، بنشوف يعني المسؤولين عن الرياضه بيهتموا جدا ان هو يدعموا اللاعبين بتوعنا في الالعاب الفرديه، ده يمكن ما كانش موجود في سنين فاتت، يعني اعتقد ما كانش فيه الاهتمام قوي اللي هو المادي والمعنوي دوت للابطال الألعاب الفردية. كان لازم ده يحصل وبسرعة، عشان في فترة من الفترات كان عندنا مشكلة، حتى بصي عنوانها ايه، التجنيس بكل ما فيها من يعني حاجة تزعل، يعني فاهمة ازاي؟ فما نخليش أبطالنا يلجأوا للأمر زي ده، احنا أولى. لازم طبعا ان احنا نحافظ على ابطالنا، يعني عندنا ابطال عندهم مشاكل كثيره جدا في العاب فرديه، يعني يمكن الازمه اللي حصلت مؤخرا بتاعه بطلنا في السكواش محمد الشورباجي فجرت ازمه، او مش فجرت ازمه يعني اللي هي خلت فتحت عينينا كده زي ما بنقول، هو ايه المشاكل اللي عند الابطال الفرديه، وان كانت مش الاولى، مش الاولى خالص، بس هو محمد الشورباجي عشان بطل عالم ومصنف رقم واحد سابقا، فهو الناس ركزت قوي، خصوصا ان احنا سكواش احنا متالقين فيه جدا يعني سواء على مستوى الرجال او السيدات، فهي زي ما بتقول الازمه فتحت عينينا كده، طب انت بتعاني من ايه، طب انت محتاج يعني كان في ازمه كمان تحديدا اللاعب دايما بيطلب الرعايه الطبيه اكتر حاجه، اوكي انت جايب لي مدرب وجايب لي معد بدني وجايب لي، بس فين الرعايه الطبيه لو حصل لي اصابه او حصل لي حاجه اصابه مثلا طويله المدى، مين هيعالجني، مين هيصرف عليا، مين هيتابع معايا التاهيل؟ برضو على ذكر الازمات يا استاذه دينا، يعني مثلا حاجه زي اقاله المدير الفني لمنتخب الطايره قبل المشاركه بساعات تقريبا، اكيد كان ليها تاثير سلبي انعكس في سوء النتائج اللي احنا حضرنها. يعني هي كانت مفاجاه كبيره، كانت مفاجاه كبيره جدا، ان هو كان مدرب هولندي جيدو فورمالين، المفروض ان هو كان خلاص مسافر مع البعثه، فجاه وصلنا يعني خبر من اتحاد الطيران ان هو المدرب مش مسافر مع البعثه، طب ليه يا جماعه؟ لا اصل حصل ان اللجنه الاولمبيه قالت ان هو مدرب تاريخه مع مصر مش احسن حاجه في النتائج، فبالتالي لا هو ما يسافرش. طب ليه القرار، يعني انا حتى سالتهم في الاتحاد، طب ليه قبل دوره الالعاب بثلاث او اربع ايام؟ الرد كان ايه بقى؟ الرد لا، ده هو كان الكلام من وزاره الرياضه، كانت زي توصيه كده من وزاره الرياضه من شهر خمسة، بس القرار كان جه من اللجنه الاولمبيه ان هو يعني الخطاب، ان هو الخطاب يوم 18/6 ان هو لا ما يسافرش، يعني خطاب اللجنه، يعني هي كانت توصيه من الوزاره ان هو ما يسافرش. ايه التوصيه دي، غريبه شويه. هو في الوزاره بيبقى فيه زي لجنه فنيه، طب والبديل مين؟ ما انا لما اوصي ان هو ما يكملش مين بديل؟ عشان ما فيش بقى، ما لحقناش ان يعني احنا نوصي ان هو يمشي ومش مهم بقى مين بديل والفريق مع نفسه. هم حاليا غريبه دي شويه ولا متهيألي؟ لا طبعا هو موقف غريب، كان غريب القرار، يعني لو كان اتاخد بدري عن كده الموضوع ما كانش هيبقى غريب بالنسبه له، لان هو فعلا المدرب في فتره سابقه مع المنتخب الطايره ما حققش حاجه، وعايز اقول برضو ان احنا منتخب الطايره احنا بعاد كتير قوي عن المنافسه، غير اليد، غير اليد خالص، اليد احنا بنروح بنناطح ابطال العالم والدنمارك وفرنسا، يعني بننافس بقوه. الطايره احنا الدوره اللي فاتت بتاعت الاولمبياد ما تاهلناش ليه، بطوله افريقيا اللي كانت الصيف اللي فات حققنا مركز ثالث، بطوله ايه تاني، يعني بطوله العالم الاخيره، يعني منتخب الطايره سافر بدون مدير فني،
هو المدرب العام كابتن حسن الحصري هو اتصعد ان هو يبقى قائم باعمال يعني بالظبط كده. بس معلوماتنا ان هو المفروض ان في مدير فني اجنبي هيقود المنتخب، لان احنا عندنا بطوله عالم للطايره الشهر الجاي في اغسطس وسبتمبر هتتعمل في بولندا وسلوفينيا، فلازم هيبقى في مدير فني اجنبي، مش هيتم الاعتماد على مدرب مصري. اوكي طيب لو رحت شويه معاكي برضو لبعض الاسماء المشاركه المصريه اللي منهم ناس من الاهلي بصراحه وانا اتوقع وكلنا نتوقع ليهم مستقبل كبير جدا كمان ورفع اسم مصر في الاولمبياد كلها اللي جايه، يعني منهم هنا جوده مثلا. يعني هنا جوده عايزه اقول لحضراتكم الصحف العالميه كتبت عنها كلام لو حضراتكم تخشوا تتابعوا، يعني ولا اروع كمان لصغر سنها وهي بتتكلم ان هي بتنافس ناس عندها 38 سنه وابطال وبتكسبهم، يعني حاجه اسطوره زي ما بيتقال بجد ما شاء الله عليها يعني. وطبعا اسماء كتيره جدا مختلفه منها لسه كنا بنتكلم عن باسنت حميده. الباك جراوندز بتاعه اللعيبه يعني احنا عارفين ولاد الاهلي احنا عارفينهم، بقيه اللعيبه بيلعبوا في نوادي برضو في مصر يعني، كلمينا حتى لو نبدا بباسنت. يمكن باسنت هي اساسا فتاه اسكندريه اصلا يعني من اسكندريه مش من القاهره. باسنت كانت ظروفها يعني دايما بقول ان عوض ربنا عظيم جدا. باسنت كانت قبل الاولمبياد كانت هي المفروض مشاركه في الاولمبياد، فجاه جالها اصابه قبل الاولمبياد بايام قليله جدا حرمتها ان هي تسافر من الاولمبياد، فيمكن كانت مفاجاه يعني صعبه جدا لان هي كان متوقع ان هي تحقق حاجه في الاولمبياد. حتى هي البنت كانت يعني منهاره جدا بعد قرار ان هي مش هتلحق الاولمبياد، حدث انت بتستعد له بقالك 5 سنين او 4 سنين وفجاه انت بره، فكان صدمه كبيره جدا ليها. انا ربنا عوضها على رايي بالظبط. كل مصر لسه بقى في باريس ان شاء الله ربنا ان شاء الله. هي كمان سنها صغير مش كبير يعني. دايما انا بشوف ان احنا لازم الناس طبعا كل الاحترام لجميع الابطال وحتى اللي ما حققش ميداليه طبعا يعني شرفنا، بس الابطال اللي هم الصغيرين في السن دول لازم نهتم بيهم قوي، زي ما كنت بتقولي هنا جوده، نعمه في الاثقال، نعمه في الاثقال، نعمه سعيد بطله هايله بصراحه. امبارح كانوا كلهم مشايرين لها الصوره بتاعتها بالظبط. يعني مين تاني عندنا برضو؟ بسمه في الاثقال جابت برونز، برضو عندنا اشرقت امبارح جابت في التايكوندو ميداليه. بالذات الابطال والبطلات اللي بيجيبوا لنا ميداليات وخصوصا ذهب في رياضات مش متعودين نشوف عندنا ابطال بيلعبوها. يعني كنت بتكلم من شويه مع نهواند في حته ان احنا الى حد كبير بتحصل دايما فكره ان احنا نجيب ميداليات متنوعه في رياضات القوه، رفع اثقال، مصارعه الى اخره، لكن رياضات الجري مثلا رياضه الجري مش ده العادي بتاعنا. فكانت باسنت مفاجاه حلوه لكل الناس الحقيقه. كانت مفاجاه كبيره جدا لينا باسنت، يعني يمكن هي اول فتاه مصريه تحقق الانجاز دوت. وكمان امبارح هي اضافت 200 متر، كانت بصراحه الفيديو بتاعها وهي عزف العلم المصري كان حاجه يعني مؤثره جدا، لان خصوصا ان احنا في العاب كده لما نكون احنا بعيد عنها ومش متوقعين او نجيب فيها فبيبقى الموضوع فرحه اكبر يعني. باسنت طبعا، وعايزه اقول برضو الاثقال يعني عوده قويه جدا لمنتخب رفع الاثقال. ونعمه سعيد جابت ذهبيتين بالظبط كده، ولسه النهارده كمان في منافسات في الاثقال. شفتي مين اللي جايب الذهبيات واكتر من مره؟ خلاص يا جماعه الموضوع مفروغ منه بقى، ربنا يكون يعني هنبتدي نهتم على كل حاجه. دي حاجه تسعدنا الذكوريه بقى. اكيد كلنا بنسعد بالموضوع ده. ماشي، فعندنا ابطال هنا جوده مثلا ودينا مشرف في التنس طاوله الذهب بتاع الفرق طبعا. مريم الهضيبي طبعا، يعني اساطير في تنس الطاوله. احنا في تنس الطاوله وعمر عصر طبعا، مش عايز يعني طبعا احنا بنتكلم على البنات بس عمر عصر طبعا. عمر طبعا أسطوري. طبعا بطل اسطوري عمر، يعني بصراحه يعني مقاتل وروح وعزيمه وهو بيلعب كده حاجه يعني. انا كنت اتمنى ان هو يعني يحرز ذهب، بس ان شاء الله طبعا املنا فيه كبير في باريس. لسه قدامه كتير جدا. احنا هنروح فاصل عشان لسه عندنا كلام كتير جدا مع استاذه دينا وهنرجع نكمل. اتفضل يا كريم. شايفه كده؟ يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفتنا اللي منورانا في الجزء الاول من يعني الفقره الحواريه الاولى من حلقتنا النهارده، الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه. واللي انا عايز اسالها على تفصيله كده اعتقد ان هي ممكن تبقى يعني ادرى من غيرها بيها، فكره يا استاذه دينا من قديم الازل انت عارفه في الرياضات المختلفه كره القدم طول عمرها ليها وضع شديد الخصوصيه، هي معشوقه الجماهير في العالم كله طبعا. وطبعا هي الرياضه المفضله رقم واحد عند الناس وحتى عند الرعاه بطبيعه الحال. هل لاحظتي في الفتره الاخيره نتيجه ظهور نجوم تحديدا مصريين في رياضات كنا مش متعودين نسمع عنها اخبار لا تسر ولا تضايق، كنا بعيد اصلا عنها، هل ده غير من وعي الناس ومتابعتهم لرياضات تانية إلى جانب كرة القدم
ومؤخرا الاسكواش وكرة اليد، يعني في رياضات كانت طول عمرها إلى حد كبير مغمورة، هل الوضع باقي على ما هو عليه ولا الوضع اتغير مؤخرا؟ يعني انا بشوف ان الوضع فعلا اتغير مؤخرا. دايما كان الالعاب اللي هي الفرديه او زي ما بيقول كده الالعاب الاخرى بتبقى دايما تسليط الضوء عليها بيبقى في وقت الاولمبيات اكتر، بس انما احنا شايفين دوره زي بتاعه العاب البحر المتوسط ديت اهتمام كبير جدا اعلامي، يعني ميديا بتغطيها، صفحات الفيسبوك ناس بتتكلم عنها، متابعه انجازات ابطالنا. صحيح. فالوضع لا مؤخرا اتغير خالص، يعني طبعا تظل طبعا كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى وده حاجه ما عمرنا ما هنقدر نغيرها ابدا. تاتي بعدها طبعا كره اليد، لكن الالعاب الفرديه ما كانش حد قوي بيتابع مين انجاز او حاجه حقق ايه، لا الوضع اتغير مؤخرا بقى في فكره ان اتابع ده عمل ايه ده، لان كمان يعني من اولمبياد ريو دي جانيرو لما كنا حققنا ميداليات في الاثقال قبلها كمان، يعني يمكن من ايام كرم جابر، لا الناس بقت مهتمه تحقق مين حقق ايه ومين جاب ايه. محمد رشوان قبليه كمان، ده من زمان قوي. انا بتكلم عن يمكن كرم جابر فعلا الوقت ده انا فاكراه، احنا كنا صغيرين بس انا فاكراه عمل وكانت الجائزه مليون جنيه، انا فاكره كانت الجائزه مليون جنيه والله فاكره انا وقتها، وكان ضجه كبيره وكلنا واحنا اطفال كنا بنبص له بجد كان نموذج، يعني احنا نفسنا بقى كده. فدي كانت يمكن البدايه ان بعد كده ابتدت الالعاب الفرديه او ابطال الالعاب الفرديه هم اللي يفرضوا نفسهم على الساحه ويجذبوا الانتباه ليهم بصراحه. بالظبط، يعني هي يمكن كرم جابر كان حصل ضجه كبيره قوي وقتها والناس كلها ابتدت المصارعه يعني ابتدى عمل حركه كده في الالعاب الفرديه. بعدها فعلا ابتدت يمكن بعدها بحبه يعني ابتدت الرعاه يتجهوا للابطال الالعاب الفرديه، فبالتالي بقى كل لاعب عنده سبونسرز وعنده ناس مهتمه بيه وبيطلع في التلفزيون، فبالتالي الناس ابتدت تعرف ده بيلعب كاراتيه ده بيلعب. كمان عايز اقول الانجاز بتاع فريال اشرف في اولمبيات الاخيره طبعا علق قوي مع ناس. صحيح الكاراتيه مش هيشارك تاني للاسف في دورات اولمبيه، بس الانجاز الكاراتيه كان علق قوي فكره الكاراتيه والناس. طب ما بيحصل انجازات في مجالات مختلفه، يعني حضرتك من شويه قلتي الى جانب كره القدم قلتي كره اليد ان بقى لها خلاص نجوميه، النجوميه دي ما جاتش من فراغ، جت من انجازات رهيبه اتحققت طبعاً. فبالتالي خلاص القي على الرياضه دي ما يكفي من الاضواء خلاها بقت رقم 2 بعد كره القدم. طب ما احنا عندنا انجازات يمكن اكتر كمان من كده في رياضات تانية، ولغايه النهارده برضو ما فيش تصعيد حصل لابطالها، ما فيش دعايه اكتر اتعملت للرياضات دي، ما فيش اهتمام اكتر من الاتحادات المعنيه بابطال الالعاب دي، ده نتيجه ايه؟ يعني زي ما قلت هو يمكن الموضوع محتاج دعم مادي اكتر، يعني هو دايما انا بشوف يعني عايز ان انت تتالق في لعبه او تتميز فيها قوي لازم تصرف والله بجد، ده بشوف دايما الموضوع دوت ده مبدا. عايز تصنع بطل اولمبي الموضوع محتاج مكلف جدا، عشان خاطر تصنع بطل اولمبي يقدر يروح يجيب لك ميداليه. الناس اللي هم بتوع امريكا واستراليا والصين الناس اللي بتروح تعد بالكم ميداليه في الاولمبياد دول الناس دي بتصرف كتير قوي. طبعا احنا طبعا فرق امكانيات، انا ما اقصدش ان انا اقارن طبعا يعني، بس لازم انت تشوف بطل عندك موهبه، عندك بطل عنده موهبه او انت شايف فيه ان هو يقدر ينافس، انت البطل ده لازم ترعاه وتعمله معسكر زي ما قلت لسه من شويه، معسكرات وتصفره وتعمله زي معايشات كده بره عشان خاطر يقدر ينافس، ان هو يكون تجهزه. يعني تجهيز الاولمبياد ده بيبقى قبلها بسنين كتيره قوي ان انت تقدر تجهز بطل ينافس قدام. زي ما قلت الصرف شيء مهم جدا، فكره يبقى عندك خطه ده اساسا، دي حاجه معظم الاتحادات عندنا مش ما عندهاش خطه اصلا لقدام انت هتعمل ايه. بس اقول لك على حاجه يا دينا بصراحه، النوادي كمان لازم مع الاتحادات، بس النوادي لازم يكون عندها خطط اعداد البطل الاولمبي. وانا لو هتكلم عن النادي الاهلي وانا مش بتكلم هنا علشان احنا بننتمي النادي الاهلي، يعني بقول لحضراتكم وده واقع بقى له فتره طويله، وكابتن محمود الخطيب تحدث عن النقطه دي، فكره اعداد البطل الاولمبي وذكر كذا حد من عندنا وذكر اسم هنا جوده وقال لك انا عايز ولاد النادي بتوعي في الرياضات المختلفه كانش بس كره القدم خالص ان احنا يعني نجهزهم للاولمبياد دايما. ففكره هنا النوادي اللي لازم تشتغل على ده، وفكره بعد كده الاتحادات ان هي تستلمهم وتجهزهم كمان ماديا بالشكل المطلوب، هو ده اللي هيجيب النتيجه المرجوه، يعني عشان برضو الكلام يبقى صح متسيستم او الرؤيه تبقى واضحه. اللي نهاوند بتحكي لك عليه ده يا دينا هو اللي ابتدى يؤتي ثماره مؤخرا وابتدى يسمع. بالظبط كانت بتتكلم من شويه نهاوند على ايه، على مجموعه وقعدت تقول لنا في اسماء
ابناء وبنات النادي الاهلي بصفه خاصه منورين قوي في البعثه دي، من ضمن الناس اللي عاملين انجازات محترمه، ففعلا الموضوع ده في منتهى الاهميه. هو في اساسا يعني احنا دايما الانديه الشعبيه في انديه في العاب مش موجوده فيها اصلا، يعني في العاب فرديه مش موجوده اساسا، يعني مش هقول اسماء طبعا، بس في انديه شعبيه انت ممكن انت لو عملت فرع للعبه دي يعني هتطلع لنا نجوم كبار جدا زي هنا جوده او زي مصطفى عسل في الاسكواش. في النادي الاهلي يمكن اللعبه مش اولمبيه، بس مصطفى بطل كبير يعني في وقت صغير جدا ما شاء الله ابتدى يطلع للمركز الثالث، وان شاء الله صحيح. يعني نتمنى ان هو يطلع في صداره التصنيف العالمي للسكواش. فعندك لاعب هتهتم بيه، هتعمله معسكرات وتدريبات كويسه وتعده كويس كانديه زي ما نهوان كانت بتقول، هتطلع للمنتخبات طبعا بشكل كويس. كمان وزاره الرياضه مؤخرا عامله مشروع البطل الاولمبي او مشروع البطل القومي، اللي هو بيطلع المفروض ان هو بيروح المحافظات عشان يشوف مين موهوب في ايه بالزبط. في التايكوندو والاثقال والقرى والاماكن المغموره والاماكن المحدوده بالظبط، فدي هتفرق جدا ان شاء الله مع المنتخبات في المستقبل المفروض. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتينا واسعدتينا، وان شاء الله نشوفك على خير. نورتينا ايدينا بجد والله، بجد استمتعنا بوجود معاك والله. ربنا يخليك. طيب يا حضرات هنطلع فاصل سريع وبعد كده نرجع ان شاء الله، او حضراتكم ترجعوا بالسلامه تلاقوا نهوان مجهزه لكم موضوع في منتهى الاهميه يهم كتير جدا من حضراتكم في تاني واخر فقراتنا، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. برحب بحضراتكم، والفقرة الأخيرة اللي بتكون كل فترة معانا في الأسبوع بتبقى فقرة مهمة اللي احنا بنتكلم فيها عن مجال مختلف للصحة العامة. النهاردة هنكون حريصين ان احنا نتكلم أكتر عن فكرة هنا يعني الدايت، وإيه الحاجات اللي ممكن ان احنا نعملها علشان نخس، بس نخس بشكل سليم وما نرجعش تاني نزيد في الوزن، وفي نفس الوقت ما حدش يجي يقول لنا هو أنت مالك شكلك عيان ولا إيه، تسمعها كتير قوي صح ولا إيه؟ خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة جدا دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه، منورانا اول مره معايا. انا هوندو على كل متابعين قناه الاهلي. بصي هم متابعين كتير واسئلتهم كتيره ومهمه، وملف النهارده في غايه الاهميه اللي احنا بنتكلم عن التغذيه والصحه وازاي اخس بشكل سليم. ناس كتير جدا بتلجا لاساليب مختلفه للاسف الشديد بتبقى يا مش صحيه يا بترجعهم زي ما كنت بقول في الوزن بسرعه شديده جدا. مظبوط. نبدا من النقطه دي عشان نخش بعد كده ايه الاساليب ممكن نتبعها. طيب يعني زي ما انت عارفه كل سنه وانت طيبه، يبقى خلاص احنا اعياد وصيف ومصيف وهنفطر فته وهنفطر كبده وعيش كل حاجه بالظبط كده، وللاسف هيبقى الميكس الفظيع بين اللحوم والدهون والنشويات الكارثه الكبيره. يعني احنا عارفه النصيحه البسيطه اللي عايزه اقولها سريعا النهارده، لو احنا اكتفينا بالبروتين حتى لو كان فيه دسم يا نهوان، وجينا على حته النشويات احنا هنطلع من العيد في امان تام. يعني دي نصيحه بسيطه جدا، نبعد عن النشويات. يعني احنا لما يبقى في عندنا عيد او مناسبه فيها حاجه معينه مميزه، سواء كحك سواء بروتين، حاجات فيها حاجه معينه مميزه، ركزوا في الحاجه دي بس ما تخلطوهاش مع الحاجات التانية، كده هنطلع بامان. لكن طمانه وعايزين ناكل كل حاجه في الدنيا صدقوني الموضوع مش هيبقى لطيف. طب ممكن نعوضها بعيش سن مثلا ولا ما اعرفش تتعمل اصلا؟ بصي ممكن جدا وكل حاجه، بس انا بنصح الناس بما ان ده عيد اللحمه فكل الحاجات متاحه. يعني الناس بتفطر تقريبا وتتغدى وتتعشى. اللحوم دي ممكن نكتفي ان احنا ناكل اللحوم بكل اشكالها، مش لازم الفته. يعني لو هي هتقف قوي ناكل الفته بعد العيد، مش لازم في العيد. يعني الفته موجوده على طول. بس اللي انا عايزه اقوله يا نهواند ان احنا بنحتاج حاجه مساعده. حاجه مساعده ازاي؟ حاجه تخليكي مش محرومه، مش حاسه ان انت ممنوع اكل ده ممنوع اكل ده، لان للاسف دايما الممنوع مرغوب عند كل الناس. صحيح. كبار وصغيرين. فانا عايزه اتكلم النهارده عن حاجه وسيله سحريه بس طبيه في نفس الوقت، وهي بيستا. بيستا من الحاجات اللطيفه جدا، منتج امن مرخص من وزاره الصحه، ميزته انه الياف طبيعيه، قوة ثلاثية من الشوفان، ردة القمح، وقشور السيليوم عالية الجودة. دي هتعمل ايه يا نهواند؟ لما ناخدها على كوباية من المية او اللبن او العصير اللي ما فيهمش سكر او دهون، هتاخديها قبل اي وجبه. احنا خلاص في العيد اهو، هنصحى نفطر هنتغدى هنتعشى، ناخد بقى قبل كل الوجبه بنص ساعه. اوكي يعني ممكن الوجبات تقيله. كل الوجبات في العيد هي بصراحه ما فيش وجبه هتبقى كل وجبه هتبقى تقيله. مظبوط كده. فلو خدنا كوبايه عليها كيس من البيستا
ده هيكون بمثابه ان انت عملتي بالون جوه جسمك، فبالتالي قدرتك على الاكل كنت هتاكلي بقى. الناس اللي هتاكل فته هتاكل طبق كبير من الفته مع حاجات تانية، لا الوجبه هتنزل للربع وممكن للنص. حلو على جدا. حسن. طب هل ممكن اخده لو انا جعانه، يعني بمعنى انا مش هاكل بس انا عايز اخده عشان يملالي معدتي، هل ده ممكن؟ جدا جدا جدا. عايز اقول لك بقى ده الفيدباك او ردود الافعال اللي بسمعها من العيانين بتوعي اللي ماشيين عليه. انا بقول لها خديه قبل الوجبه بنص ساعه زي ما اتفقنا، هو عشان زي ما انت قلتي حسس بالشبع والامتلاء. بتقولي انا كنت هتغدى مثلا، خدته 2:30، هتغدى مع جوزي ولادي لما يرجعوا من المدرسه الساعه 3:30. بتقولي حطيت الغدا بحس ان انا الساعه 3 ده انا مش قادره اكل، عندي شعور بالامتلاء جامد جدا. بتقولي ما باكلش قبل 5، فعدد وجباتها هايل. نفسه قل، فهو ادى للي انت بتقوليه بالظبط. حلو جدا. طيب لو رحت معاكي لمشكله برضو وازاي ممكن نعالجها، فكره هنا الحرق اللي بيكون مش مضبوط، وفي نفس الوقت اللي هو بيبقى في ناس عندها خلل في نقطه مزبوط. الحرق مزبوط. فبرضو يلجأوا البيستا از يعني زي ما بتقال الحل الامثل بالظبط. ليه بقى؟ لان احنا بيستا مش بس مكون من 3 انواع الياف، مكون من 3 مواد تانيين هما دورهم الاساسي زي الكروميوم اللي هو تركيز 500 ملغرام، وده رقم كبير جدا يا نهاوند. ده بيعمل ايه بقى؟ بيقلل امتصاص جسمك للنشويات. يعني دلوقتي هتاكلي وجبه زي ما احنا بنركزين على الفته والحاجات دي عشان العيد، هتاكلي وجبه فيها رز وعيش، جسمك نفسه نتيجه بيستا قلل امتصاص النشويات اللي خدتيها من الوجبه، فده اول دور. حفز افراز الانسولين اللي بدوره هيعمل ايه؟ هيحرق اكتر الدهون والنشويات او المخزون من الدهون الموجود في جسمك. الحاجه الثانيه في فيتامين سي بتركيز 30 ملغرام. طب ده دوره ايه؟ انا هوندف في الموضوع ده. الدهون بقى اللي متخزنه في جسمنا، يعني كل واحد عنده دهون في منطقه الارداف، منطقه البطن، كل واحد عنده دهون في منطقه معينه في جسمه. هيشتغل على الدهون دي انه ياخد الدهون اللي متخزنه عندك في الخليه ويستخدمها كوقود للحرق. لا ثانيه واحده، عشان ده كلام مهم قوي. ده في ناس بتروح الجيم عشان تخس من اماكن معينه بالزبط. ما بتعرفش، لان الجيم بيخليكي تخسي كله بالزبط. الدايت العادي بيخليكي تخسي كله مظبوط. فدكتور ريهام بتاكدي ان بيستا ممكن ان انا اخده، هو بيشتغل تلقاء نفسه على الاماكن اللي فيها دهون بشكل اكبر. بالظبط كده، ده سحر كده فعلا. سحر بس بطريقه علميه. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما اروح اعمل اجهزه، عايزه اقول لك مش بس الرياضه يا نهاوند، الاجهزه الناس بتروح تدفع فيها ارقام كتير جدا. انا بشوف ان ده وهم، غير نوع معين من العيانين، عشان نبقى برضو يعني مش بناكد الاختراع بتاع الاجهزه، مش هو يعني هو معمول ري شيبنج. يعني انت حد بالظبط وصلتي للوزن المثالي تماما تماما، ورايحه بقى تعملي فاين تاتش للاماكن اللي لسه فيها مشكله بعد ما وصلتي للتارجت بتاعك. فهو ميزه بيستا زي ما قلنا انه بيشتغل على الخلايا، ان هو بياخد الدهون يحولها كمصدر للطاقه. طيب طبعا واخد ترخيص من وزارة الصحة، لأننا بنأكد على كده. المنافذ البيع موجودة اللي هي بنعرضها، والتليفونات اللي هي الأرقام على الشاشة، والصورة موجودة قدام حضراتكم تاني، عشان ده بقى موضوع بيضايقني أنا شخصيا، وعلى كل البرودكتس اللي هي بتبقى أصلي، يجي بعد كده حد يبيعها لك في أماكن تبقى سعرها 500 جنيه يبيعها لك ب 50 جنيه، وفي ب 5 جنيه بالظبط. ليه سهل قوي؟ أنا هقول لك حاجات تعملي يعني نفس شكل الباكج اللي هي احنا دلوقتي طلعنا بتطلع على الشاشة. أعتقد أهو خلينا نركز يا جماعة بليز في الشكل، لان محدش يروح يضايق يقول لك ده المستورد وده المحلي ده اللي مش، لا الشكل هو منتج واحد ملوش بديل بالظبط. هو نوع واحد بيتباع في الصيدليه نهاوند، او من خلال الارقام اللي ظاهره فقط على الشاشه، لان الارقام دي اللي زي ما قلنا هنضمن ان احنا بناخد المنتج ده اللي هو مرخص من وزاره الصحه. كويس جدا. طيب ممكن دلوقتي حد من الساده المشاهدين يكون بيتابعني يقول لي انا سمعت عن المكملات الغذائيه دي، وسمعت عن انواع كثيره جدا اللي هي الحاجات اللي بتساعد على يعني قفل الشهيه بمعنى اصح، ايه اللي يميز بيستا عن اي حاجه او اي منتج اخر؟ طيب بيستا اللي يميزه ان زي ما قلت هو فيه قوتين ثلاثيه، القوه الاولى وهي الالياف وجودتها عاليه. مش بس كده، خلي بالك برضو في بعض الناس يا نهاوند الالياف بتعمل لهم مشاكل، بيحسوا بانهم عندهم امساك اكتر، بيتعبوا. ميزه بيستا بقى الرائعه جدا جدا انه الالياف بتاعته، انا عندي بعض العيانين بستخدمها كوسيله لان احنا تحفز الجهاز الهضمي والامعاء، وناس اللي بتعاني من الامساك المزمن والانتفاخات والقولون العصبي، عايز اقول لك ان في ناس بقت بتستخدمه من اجل علاج القولون العصبي. تخيلي، مش بس ان انا بستخدمه كماده مالئه، لا
ده بيحسن حركه الامعاء وامتصاص الفايده اللي في الوجبه اللي انت بتاكليها. يعني أوكي. مش بس انت بتخسي، دايما الشكوى العامه يا نهاوند ايه؟ انا بخس ماشي على دايت، ابتدى شعري يضعف، ضوافري، بشرتي، بقيت تعبانه وعندي حاله من الاعياء عشان انا باخد سعرات قليله. لا، ده انت بتاخدي حاجات بتديكي طاقه عاليه لانه خد الدهون الموجوده في جسمك حولها وقود. فانا زودت الانرجي بتاعتك، فانت بتاخدي منتج بيخسس الانرجي بتاعتك كويسه. بتاخدي فيتامينز، ودي الجزء المكمل معايا في بيستا، هو قلب مالتي فيت فيتامين، ده بتاخديه مع الكورس. ليه؟ عشان كل ما ينقصك من فيتامينز، فيتامين دي، زنك، ماجنيزيوم، كالسيوم، بي كومبلكس، بالظبط، كل ده، كل بقى ده اللي انت عارفاه، وناس كتير كل واحد بياخد حاجه واحده بس، احنا جمعنا كل ده في قلب مالتي فيت عشان تخسي وفي نفس الوقت كل الفيتامين بتاعتك. حلو جدا، يبقى الاثنين بيكملوا بعض. بس خلينا قبل ما نروح للنقطه دي، انا عندي كذا سؤال في الشق ده، نروح نشوف حاله، لان حلو جدا ان الواحد يشوف بعينيه. يعني مهما الواحد اتكلم، انما لما اشوف على الارض ده واقع او لا، تالي بقدر ان انا اخد قرار. تعالوا نروح نشوف آية. هي آية دلوقتي حالة مجربة هذا المنتج اللي هو بيستا، ونشوف حصل معاها إيه بالظبط، وخست ولا لأ، ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي. أنا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر أمشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما. يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح، فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليل. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت حالة موجودة وهي بتتكلم بنفسها هي قد ايه قدرت ان هي تخس وازاي المنتج اثر معاها بشكل ايجابي. انا بقى عندي سؤال دكتور ريهام، لو احنا هنتكلم بالشهر، بيستا ممكن ينقص في الوزن بالنسبة للرجال قد ايه تقريبا في الشهر، وللسيدات؟ وانا هسألك هنا، هكمل سؤالي، اقول لو انا ما بمارسش رياضة خالص وما بتحركش معاها، حلو السؤال بالطريقة عشان احنا معظمنا كده. لا، عايز اقول لك كمان السؤال انت حطيتي فيه كذا نقطة مهمين جدا، انت فرقتي بين الراجل والست، ودي نقطة مهمة جدا جدا على فكرة، وان انا اسلوب حياتي شخص ما بتحركش، بعمل حاجة، انا بحب الكنبة بقى. انا بحط رينج دايما، بنقول ان احنا، بصي احنا دايما ما بنقيس نتيجة حاجة، بنقيسها عدد كبير من الحالات، فاحنا بنحط متوسط الأبيت. زي اي حاجه، زي حتى الوزن المثالي ليه متوسط، كل حاجه في الدنيا ليها متوسط، فاحنا بنقول من 8 ل 12 كيلو. بيتتوقف على ايه انا راجل ولا ست؟ خلي بالك الرجاله ما شاء الله ما شاء الله، يعني يا جماعه احب اقول لهم استخدموا بيستا بكل ثقه، انتوا ممكن تخسوا فوق ال 12 كيلو. لان هم ما شاء الله عندهم الكتله العضليه دي مكنه محرقه موجوده في جسمهم، خلقه ربنا. حتى لو انت مش بتروح جيم، هي تكوينك الجسماني، يعني بيجي لي واحد ومراته الاثنين مثلا في رينج ال 80، هو يجي خاسس في الاسبوع 5 كيلو، هي ممكن خاسه 2 كيلو. ليه؟ رغم ان هم ملتزمين، ممكن تكون هي بتاكل اقل منه، لكن هم ما شاء الله العضلات عندهم بتحرق جامد جدا. فانا عندي بعض الرجاله خاسوا 15 كيلو. وممكن كمان يبقى مفيد للرجاله اللي عندهم كرش، لان منطقه الكرش عليها دهون كبيره. بالظبط كده، كتير اسئله من الساده المشاهدين بيجوا لنا على منطقه الكرش تحديدا. بالظبط كده، عايز اقول لك بقى حاجه، ان دهون منطقه الكرش بالذات من الدهون اللي هي العنيده او المقاومه. فبيستا من الحمد لله، عشان زي ما قلت لك هو اصلا فيه الكروم والالكارنيتين بنسب عالية، فبتشتغل على العضل وفي نفس الوقت حرق الدهون الموجودة في الخلايا المقاومة للحرق. كويس جدا. بس بتتكلمي عن السيدات من تقريبا افريج 8 كيلو والرجاله 12، هنقول ان الستات في الرينج الاقل. بس لو انت سيده بقى، ولا ولو على فكره نهاوند، لو انت بتمارسي رياضه، يعني لو انت شخص ابتديتي تمارسي بالليفل البسيط اللي هو من 2 ل 3 مرات اسبوعيا، نص ساعه تمشيه، حاجه كارديو يعني، عجله او حاجه زي دي، لا هتجيبي نتائج عاليه زي الرجال لو انت بتروحي الجيم. ده احنا لو تمشينا في البيت، احنا بنقعد ننادي على بعض عشان نجيب عشان يجيبوا لنا كوبايه ميه. طيب نرجع للميكس او الربط ما بين قلب مالتي فيت وبيستا، وازاي ده ممكن يكون مكمل ده؟ لان طبيعي ممكن الناس وهي بتخس بتفقد بعض العناصر الغذائيه او الفيتامينز المعينه، فانا لازم برضو اعوضها ب يعني زي ما بتقال مكمل غذائي، هو مش دواء، هو مكمل غذائي مرخص برضو
برضو من هيئة سلامة الأغذية، ودي نقطة برضو مهمة جدا جدا. في تقريبا يا نهاوند كل العناصر والفيتامينز اللي جسمك محتاجه في يومه، ومن أهمهم أنا بشوف طبعا اللي ليه علاقة وطيدة جدا بمعدل الحرق والخسية والشكوى العامة. يا دكتور أنا بطلت أخس، أنا ماشية بمشي دلوقتي على دايت قاسي جدا، كنت زمان بمشي على دايت أخف بكتير وما بخسش. عايز أقول لكم الإجابة الواضحة، نقص فيتامين د يا جماعة. دال. نقص فيتامين د هو دي للاسف عند يعني 3 ارباع المصريين. ده اللي هو مش الحديد، فيتامين دي اللي هو فيتامين دي اللي هو الحديد. لا 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 اما لا. الحديد ده اللي هو هي لا فيتامين دي الهيموجلوبين، فيتامين الحديد بتاخديه في صوره حديد. اوكي ده بناخده كفيتامين لوحده او موجود عندنا برضو في قلب مالتي فيت، من الحاجات الكويسه جدا جدا. الناس انت قصدك بقى الناس اللي عندها انيميا نقص في الحديد بزبط. انيميا برضو بيعانوا من نقص معدل الحرق، بس خلي بالك نسبة اللي عندهم أنيميا ملهاش علاقة خالص بنسبة اللي عندهم فيتامين د. يعني أوكي. احنا تقريبا ممكن يكون كلنا عندنا نقص فيتامين د. الشمس تعرض للشمس بالظبط كده، لأنه للأسف يا نهاوند مش بيتاخد من مصادر الأكل. واحنا تعرضنا للشمس بسيط مش الكبير، رغم ان احنا ما شاء الله بلد عندنا الشمس مشرقة طول الوقت، بس للأسف عندنا النقص ده. فده لازم نعوضه بمكمل غذائي لابد منه. لازم يا نهاوند، وناخده من غير ما نقلق، لأن طبعا فيتامين د مش من الحاجات اللي تتاخد طول الوقت طول العمر، لازم يعني يبقى عندنا ناقص. فاحنا اكيد عندنا ناقص، ناخده ونصلح الدنيا، وبعد 3 شهور نطمن بقى الليفل بتاعه ايه. طب هو البرسنتج اللي المفروض في جسمنا تبقى جسمنا محتاجه من فيتامين دي تحديدا او دال يعني؟ بص احنا محتاجين، انا هقول حاجه بسيطه جدا. احنا اللي احنا محتاجينه في فيتامين دال، ان احنا لو خدنا قلب مالتي فيت قرص واحد يوميا مد جسمنا بالاحتياج اللي احنا عايزينه. أوكي. مش محتاجين ناخد اكتر من واحد بس يا نهاوند. ده مع الثلاثه ساشيتس من بيستا كويس. يعني احنا بيستا هناخد من 2 لـ3 يوميا قبل الوجبه بنص ساعه، ده كافي جدا، هيعمل شعور الامتلاء، كميه الوجبه هتقل، عدد وجباتنا نفسه هيقل، وهتاخدي قرص واحد من قلب مالتي فيت مع البيستا هيديك احتياجك من فيتامين د اللي انت عايزاه، كالسيوم ماجنيزيوم وكل العناصر التانيه. في كان حد من الساده المشاهدين كان بعت قبل كده وعايزه افهم انا دي، لان انا قريتها بنفسي. يعني انا قريت الكومنت ده بنفسي. كان بيتكلم عن ان المزاج العام بتاعه اتحسن بعد ما اخد قلب مالتي فيت، وهو اصلا كده كده كان بيستعمل بيستا قبلها. فبيقول لك انا خدت معاه قلب مالتي فيت انا حاسس ان المود بتاعي اتحسن. فانا ما فهمتش ازاي ده نتيجه يعني. حاجتين. لا ده بقى ده برده رد علمي بيور ما فيهوش اي حاجه. نقص فيتامين برده دي او فيتامين د. وحاجات تانية على فكره كتير، منهم الزنك من الحاجات اللي الناس كتير غافله عنه. نقص فيتامين د ده من هوان من اكتر حاجات اللي بتعمل ديبرشن وباد مود. تخيلي بقى يعني دال ده اساسي بقى في كل بس حاجه. بس كده عارفه الشكوى برده اللي هتسمعيها كتير جدا، ممكن نكون احنا شخصيا بنعاني منها. انا عندي حاله من التعب، انا دايما مش قادره. الارهاق الدائم. ايوه الارهاق الدائم، انا دايما تعبانه، شاربه قهوه ونايمه كويس وكل حاجه، بس انا دايما تعبانه. أيوة. عندي حاله فاتيج. دي برده للاسف في نقص فيتامينز. عشان كده احنا عملنا يعني كورس متكامل من قلب مالتي فيت مع البيستا، لان عارفين ان قد ايه في مشاكل كتير جدا بالناس بتشتكي منها ومش عارفه دي نتيجه ايه. فالتكمله دي كلها او اللي احنا كملنا السولوشن او الحل على بعضه، بلس بقى حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، ان لما بتخسي بتفقدي وزن وصحتك بتكون احسن وجسمك خفيف، مودك اوتوماتيك بيكون رائع. يعني خلينا دايما يعني نتفق مع بعض نفسيا الموضوع. فدي بقى حاجه الجزء الشق الثاني لو بعيدا عن الفيتامين. طيب ممكن حد برضو يبقى من السادة المشاهدين بيتابعنا يقول لك طيب انا لو خسيت لغايه الوزن اللي انا عايزاه حلو. اوكي انا مثلا عايزه اخس 12 كيلو، فاخدته شهرين وخسيت 12 كيلو. لو بطلته فور اوايل او لفتره، هل هرجع ازيد تاني ولا القصه معايا مش كده؟ هنتفق مع بعض على حاجه دلوقتي، هي كل حاجه اسلوب حياه. يعني انا لو اسلوب حياتي شكل اكلي اتنظم، يعني انا بيستا قللت حجم وجباتي بالزبط. انا اتعودت ان انا باكل اقل، اتعودت ان انا عندي اوبشنز ثانيه صحيه. لو انا كملت في ده اسلوب حياه، ولما يجي لي اوقات، بس عايز اقول برده نقطه مهمه، لما بتثبتي وزنك من 6 شهور لـ1 سنة، الزيادات بعد كده الطفيفه اللي بتحصل في جسمك السنويه نتيجه مصيف نتيجه اي حاجه بتبقى من 2 لـ4 كيلو، وتش سهله. يعني انت دلوقتي خلاص انا وصلت للتارجت بتاعي 60 كيلو، ازيد اخري 62-64 وانزلهم تاني عينيا على الميزان دايما، ده حاجه سهله مش صعبه. لكن ازيد زي ناس كتير 25 كيلو وارجع فوق اقول ايه ده انا تخنت قوي انا عايز ارجع اخس تاني، ده اللي مش منطقي. فبيستا ميستو زي ما قلت ان هو بيعمل لك اسلوب حياه، بينظم لك الهضم الامتصاص، فانت بتتعودي لفتره طويله 2-3 شهور ان انا كميه اصلا اكلي قلت، اسلوب حياتي بقى بشكل معين. ثبتي، انا رايي الشخصي ان انت تثبتي 6 شهور، خدي كيس واحد قبل الوجبه الرئيسيه بحيث
هتفضلي ست شهور كميه اكلك قليله قوي قوي، بعد كده خلاص انت في السيف سايد. كويس جدا. ومن مميزات برضو باستا اللي انا اعرفها وتصلحي لي دكتور ريهام ان هو ما بيمنعش امتصاص الدهون، بالعكس يعني في ادويه تانية بتمنع امتصاص الدهون، فبالتالي انت جسمك محتاج اصلا دهون فده بيتعبك، لكن باستا ما بيمنعش امتصاص بالزبط. الدهون ابدا. وده اللي انا قلته لو احنا في اول كلامنا، قلت هو بيقلل امتصاص النشويات لكن هو ما بيقللش امتصاص الدهون خالص، وبيعلي افراز الانسولين او بيحفزه، وبيطلع بيحفز ان الخلايا تطلع الدهون اللي جواها هي شخصيا عشان تحرقها كمصدر للطاقه. كويس جدا. يعني اعتقد شرح اكثر من رائع النهارده بجد، انا استفدت واعتقد الساده المشاهدين كمان استفادوا جدا. وفي نفس الوقت قبل ما اختم، احنا ممكن ناخد بيستا لوحده او الب مالتي بيت لوحده او الاثنين مع بعض حسب احتياجنا، ولكن يفضل الاثنين يكونوا مع بعض عشان هم مكملين لبعض. انا بنصح جدا كده، بس الاثنين طبعا متاحين في من خلال الارقام او الصيدليات كل منتج لوحده. دكتور ريهام نورتينا والله بجد، كل سنه وانت طيبه، شوفك قريب ان شاء الله، وكل سنه واحنا جميعا يا رب بخير. خلاص ايام قليله جدا على العيد. نشوف حضراتكم النهارده كده الحلقه خلصت، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. انا وكريم و10 الصبح في الاهلي.